يعني مو بس أنا، كل شاب عراقي. يعني أنا مواليد 97، هاي جيل التسعينات. يعني ذاك اليوم صارت مواد الداخلية من 2001 طلبوها لل 2005. زين احنا وين جيل التسعينات؟ وين رحنا؟ لا اكو تعيين لنا، لا اكو غيره. ذاك اليوم صارت مال الدفاع خوش، قسما بالله انا اول الناس اجاني واحد قال لي اعطينا 35 ورقه يلا طلع اسمك. مين اجاك هذا؟ اجاني من عامه الشعب او من الدوله؟ شيء اكيد من ال تقول لي جاك من الوزاره نفسها؟ لا ما جاء من الوزاره، مين من الشارع؟ اجاني من الشارع، قال لي انت مقدم على الدفاع؟ قلت له مقدم على الدفاع. زين. قال لي اعطينا 35 ورقه يلا اطلع اسمك. اطلع اسمك تتعين. يعبرنا مرحلة، يعني وصلني بعد طلع اسمي. يقول انا بعد ما علي، يقول يم التدريب وهذا حد وياك. زين انا اذا عندي 35 ورقة اقدم ما اقدم؟ ايش عندي مقدم؟ ذاني بعد ذاك اليوم فتحت مال الذهبية هم قدمت عليها انا. اجا واحد ايش قال؟ والله قسما بالله قال اعطيني 100 ورقة واطلع اسمك. اي قال اعطيني 100 ورقة واطلع اسمك على الذهبية. رحم الوالدك انا اذا عندي 100 ورقه هم نفس الشيء ما اقدم. هاي وحده. زين اذا هي محصوره، وين محصوره مثلا؟ عد الدوله التعيينات، لو عد الاحزاب، لو عد الشعب. يعني انا من يجيني يقول اعطيني 100 ورقه، هذا الاسماء مبيوعه. ذاك اليوم احنا قدمنا مال الجيش نفس الشيء، لا طلع اسمه ولا غير. هي هال ما التقديم موجوده عندي، ما طلعت الاسماء. هواي عالم الله يرزقها طلعت. زين هسه احنا لا ان تعيين لا ان غيره، كل شيء ماكو. يعني انا هسه بالنسبه لي والله العظيم متزوج وعنده 2 جهال، لا تعيين لا راتب لا رعايه وكل شيء ماكو نهائيا. اجي اشتغل لي شهر او انزل للبيت شهر، هذا الشهر بالبيت قاعده كل شيء ماكو. اذا ليش اشتغلت هنا؟ مشيت البيت ورجع الصفر، كل شيء ماكو. نعيد الى متى نوصل هاي الحاله؟ عدنا نفط وعدنا خير من الله، كل شيء عدنا، وين نوصل بعد؟ خلي يفتحونا، خلي يقولون طلعوا من العراق. اروح حتى قسما بالله، قسما برسول الله، انا اول ناس اروح لاسرائيل اجاهد. والله اروح اجاهد باسرائيل، الجزء ما حد يرضاها هسه الحكايه. والله اروح اجاهد باسرائيل ولا ابقى بالعراق. ملينا وتعبنا، الله وكيلك. هذا الحكي نحكيه وبعد همه نفس الشيء. الله وكيلك دائم. هاي رحم الله والديك، مشكرا.